فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في الرباعية فهل يجلس المأمومون وينتظرونه أو يسلمون ويفارقونه؟ إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في الرباعية ليه ما ينبهونه؟ ينبهونه سبحان الله سبحان الله، فإن أصر وهم يتيقنون أنها زائدة ما يجوز لهم يتابعونه، ما يجوز لهم يتابعونه، يستمرون على جلوسهم، إن شاءوا سلموا لأنفسهم وإن شاءوا انتظروا وسلموا معه. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.